أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. أفادت مصادر جد موثوقة من باريس بأن الشرطة الفرنسية أرسلت استدعاء للفتاة الفرنسية لورا بريولا التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها من أجل الحضور الإجباري إلى إحدى الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية. وأوضح المصدر ذاته بأن لورا تفاجأت بهذا الاستدعاء، ما جعلها تتصل بمحاميها الذي يجهل بدوره الأسباب التي جعلت الشرطة الفرنسية تقوم بتوجيه الدعوة لها للحضور، مشيرا إلى أنه سيكون حاضرا معها خلال مثلها أمام الشرطة. وأضاف ذات المصدر أن حضور الفتاة الفرنسية للدائرة الأمنية سيكون غالبا بسبب التحقيق الجديد الذي تم فتحه من طرف قاضية التحقيق بخصوص القضية مع الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد تداول أخبار تشير إلى أن لمجرد كان ضحية مؤامرة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.